هذا البروكار عائلة دينة اسمه أول من اشتغل بالحرير فكان بروكار بروكار مشهور دمشق عالميا مترو بمليون بيحطوه بالفضة بالذهب بصير هذا الملكة هذا غبالي عمره 200 سنة ما كان ذاك اليوم في موديلات قديمة الشوارع يعملوا كثير طاولات هاي بالماضي استقبلوا القصر الزيتون في شارع الكوري هاي نمرة الحمام ثواني طلوع الثنايا عند معلولة حردة بسهل الغار جيرود هاي آلي جيرود بحطوا عقالي هي وأهلها بحفلات الخطوبة يقولوا بيانية هاي بالأبيض بيت سابق بجبل الشيخ صراط البيت نفسه مع بسم الله هاي دي الساحل شوفوا الوالد البروكار عزاز عند حلم برعيان بيت الحرام هاي بتقولوا رواية في ملك قديم اسمه النعمان بن موسى طلب منكم الإسلام مرضي يعطيها مشان حرب أسره أخذ راس عن راس الجمل هي الفتلة حطة على راسه بشرف داخلها فمن يوم تم عرض حطه الكالس بالسجرة هون جت حرب هاي بعد العثمانيين احتلوا الفرنسيين بلوك هاي المدير عادي دخلوا 1920 تبغوا بالستوطين قبل الملك فيصل بين 16 و 20 توجوه من البرلمان اخذوا الاساس حطوه بالرفع هذيك سموه الملك فيصل 16 حار الباب بودي على البزورية الحمام عالخان مدخل القصر مدخل البزورية محلات لجيش الوالي هذا الطرف شكلي لضيوف الوالي هي فيها أحذية هي نول يدوي بس السقف هابط مدير مسكر هي كتير حلوة غرفة صيفية هاي عنده مرات صغيرة فيها بيدخل من النافذة لغرفة لجوه ودرج بالسطح النافذة الثانية دهليز القسم حريم وهنيك اللي هي مكتبة فوت جوا وبروح وبيرجع بكفوا من هون بيصير عشان ما ينقرأ القسم إذا طلعت حجارة من المتحف تلاقيها ضيقة صورة صغيرة بيقصوا برا بس ضيقة بيقصوا هذا من اللي يعمل عثمانيين عثمانيين بيقولوا ما بيقدروا يقصوا حجر الرصاص المرجع بيصير بيقصوا كل شيء فيه أسطر هذا هو ماضي مستودع لبعض الحدود معاوية باني أسطر بس كثير تجمع هون قصفوا الفرنسيين مشان هيك رموا في الدولة الفرنسية هذا الحاسب الألوان أبيض بصدر بصير أحمر أصفر بصدر بصير أخضر وأصفر بضل على صدره أصفر هذا لأنه صدره صار ذكر شخص 150 سنة يجيب غوترة بلومة يدوبها عليه عبيه يطلع مثل الإزازة زي الزرع يعمل آدم وحواء وخواته البزرية هي غالية ونادرة ما في لها نظافة هدوك شمعدانات أعمدة كبيرة شايف هدول ما في كهرباء وايد شمع هاي قطعة عمرها 800 سنة هذا واحدة من معالم الطيران بفرنسا عملت لها دراسة تخريم وتطعيم وكتابات حطوا لها قنديل بتعطي رسوم على الدائر السلاطين بحطوا الزهور عليها اسمها اسكندر هديك تقليد إلها بتصير هدوك شمعد هذا موقف بصير منها وأخذوا على الكراسي هذا الشكل العجمة تذكروا لما زينوا جامع الأمن سموه عجمي لأنه حط رسوم مختلطة إيرانية تركية عربية فطلع شيء غريب زهور تركية يسموها الباج عربية مسلسات إيرانية يجيبوا خشب السويدي معوه بالقطراني نشف منيح لحتى ما تقبع العجينة لأن يعني اللغة عجينة بالزنك وبالغير الأحمر المصري باج بالأمور بيعطوا بيطلع المور رسم عليه يسموه معبد ريشة يسموه ناخر ورسم عليه حريري وناخر هذا كثير غالي هلا بجامع الأول تلاقيه أحلى صداقة خيصة في سيف وسام ما بينعمل برا مشان ما يتخطف منه
سلام دیدیم. Thank you.
ما بعرف